أستاذ حسن، 14. إذا كانت هذه الحرب المشروعة لماذا هي اللعبة الأغلى؟ أيوة فلوس. طيب. يعني الأغلى حلوة أوي أوي. يا سلام، يعني دلوقتي بنسمع على رونالدو أنه جاياله عقود واحتمال تبقى مصر السعودي ومش عارف جاياله بقى إيه. أيوة. صفقات أرقام مهولة، مليون دولار كسر سنة. بمنتهى البساطة تأثير الميديا والتلفزيون هو اللي عمل النقلة المرعبة في الفلوس. سنة 1958 لما البرازيل خدت كاس العالم وفي ولد اسمه بيليه، كان حاجة مذهلة. كان في البرازيل كلها 350 ألف جهاز تلفزيون، دلوقتي في 350 مليون جهاز تلفزيون. ده الفرق، ده اللي عمل الفلوس. يعني فلوس، يعني تلفزيون بيعرض، رعاية، شركات، إعلانات، ماني. هو ده اللي خلى الكرة لعبة غنية جدا، لعبة غنية جدا. يعني بس أنا موافق إن اللعبة تبقى غنية واللعيبة يبقى غنية، بس بشرط إنها تكون بتكسب. ما ينفعش تبقى بتخسر وبتدي 10 مليون و15 مليون مثلا. وده بنتكلم عننا عشان نبقى واضحين. بنتكلم عننا ليه اللعيبه بتوعنا بالكره الحكشه اللي بيلعبوها، سوري يعني في استخدام الفاظ سوري خالص، يعني بجد انا مش عارفه هما بيلعبوا ايه، ياخدوا بالملايين دي. حاجه يا رميس، من 10 سنين كانوا مجموعه امريكيه كده، شركات امريكيه اشتروا ليفربول. الكلام ده من 12 سنه، اشتروه بكام؟ 300 مليون استرليني. 350 مليون. تمام. هيبيعوه دلوقتي بعد 10 سنين بكام؟ عايزين يبيعوه ب 3 مليار بوينت 2. يعني بص الانفستمنت، بص يعني المكاسب، ده هو ده المكسب، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لاعبتنا يستاهلوا الارقام دي؟ لا، ما هو لو 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 الكوره بتكسب، النادي بيكسب يعني فلوس قد كده. النادي ما بيكسبش من الكوره، من عندنا الكوره عندنا مشكله، من حق اي انسان ياخد فلوس. لكن انا مش موافق عليه انك تبقى نادي بيخسر من لعبه الكوره وتدي فلوس بالشكل ده. بس